في حلقة جديدة من البرنامج ديالي فن وذوق. اليوم ان شاء الله في الحلقة غادي نشوفوا طريقة ديال تعسير القشور ديال الليمون. فكيف ما كتعرفوا ان القشور ديال الليمون يعني كنستعملوهم في العديد من الاطباق المغربية، بحال مثلا البريواز ديال اللوز معسلين، يعني كيعطيهم واحد النكهة واحد الذوق اللي هو رائع. نبداو في هذه، يعني كيف ما الطريقة يعني المعتادة ديالنا، غادي نفلحوا هاد الليمون ديالنا على ربعة صافي، ونزولوا على الجلدة، نزولوا الجلدة ديالنا، ومن بعد الى خسرت لكم شي وحده ماشي مشكل، ومن بعد يعني نبداو نزولوا ليها في هاد الطبقه البيضاء اللي كتكون فيها. هنايا غادي نحتاجو معلقه، يعني هاد المعلقه هادي انا احتاجت يعني هزيت هاد المعلقات هادو الصغارات، هما اللي كيكونوا يعني شويه رقاقات من التحت ديالهم، غير باش يساعدونا اننا نزولوا هاد البابه هادي. فكما كتشوفوا كاينين جوج انواع ديال هاد المعلقات، كاينين واحد اللي تيكونوا غلاط هادو ما غاديش نحتاجوهم، وانا غادي نحتاج هنايا يعني وحده اللي تكون شويه رقيقه. فنبداو بسم الله، غادي نبداو نزولو في الجلده ديالنا، يعني نزولوها مزيان نتوما القياس ديالكم، من الاحسن يعني كل ما زالت هاد الطبقه هذه كل ما كتحيد هاد المروره اللي كتكون في الجلده، وملي نبغيو نعسلوهم يعني بيجيش المذاق ديالهم مر. فبعد ما سولنا هاد البابه هذه البيضاء، يعني سولناها مزيان كيف ما كتشوفوا كتبقى غير هاد القشره هذه الليمونيه يعني كتبقى بوحدها، من بعد يعني غادي نبداو نقطعو فيهم على شكل طولي هكايا. فكيف ما قلت لكم في الاول يعني انا غادي ندير ربعة الاشكال ديال التقديم في الاخر. الاشكال الثلاثه الاولى غادي نقطعهم هكايا بشكل يعني اللي طولي ويكون يعني رقاقات شويه. هادو نحتاجهم مثلا غير في كما قلت لكم في البريواز معسلين، في التزيين يعني ديال الاطباق ديالنا. والشكل الرابع اللي غادي نديرو، غادي نخليو يعني هاد الخطوطه هادو يعني هاد الشرائط ديالنا ديال الليمون غادي نخليهم واحد شويه يعني شويه غلاط، يعني الحجم ديالهم يعني شويه عريض، ماشي لا نشوفو يعني الطريقه ديال كيفاش غادي نديرو ليهم. نكمل انايا التقطاع ديالي ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا التتمه ديال الطريقه. فبعد ما ساليت التقطاع ديال القشره ديال الليمون كيف ما قلت لكم، يعني هاد الاشكال الاولى غادي نخليها يعني قطعتها رقيقه، وهاد الشكل الاخر يعني الرابع يعني خليته شويه غليظ. نشوفوا دابا الطريقه ديال هاد الشكل هذا. انا عندي هنايا يعني ابره وخيط، درت الخيط ديالي لويته على جوج وحقدته مزيان، غادي نشد يعني هاد القشره هذه صافي، وغادي نبدا نطوي فيها، نبدا نطوي فيها على شكل حلزوني صافي، وندخلها هنايا في هاد الخيط هذا. غادي نبقى غادي على هاد الطريقه هذه يعني وحده حدا وحده حتى نسالي يعني هاد القشره اللي عندي. يعني كندوزو الابره من تحت ونبقاو غادي بهذا الشكل هذا. بعد ما كملنا التلفاف ديال هاد الشكل الحلزوني ديال القشور ديال الليمون، سديناهم يعني من جنابات بجوج، سدوهم مزيان يعني باش ما تخرجش هاد القشره ديالنا صافي. غادي نوضعوهم دابا في هاد الاناء
ونخويو عليهم واحد الكميه ديال الماء اللي تكون بارده، يعني الماء بارد. فالغرض منه هو انه منها يتنفخ، ومنها باش تحيد منه يعني تزول منه هذيك المروره اللي فيه. ف هاد القشور ديال الليمون غادي نخليوهم يعني يباتوا ليله كامله، وغادي نبدلو ليهم الماء يعني ما بين ربعه حتى لخمسه المرات. ناخذوا هاد الطنجره هذه، غادي نوضعوا فيها هاد الشلوف ديال الليمون، ونضيفوا عليهم هما كذلك يعني الماء اللي يكون بارد، يعني ما يكونش الماء سخون. والان بعد ما وضعنا يعني هاد القشور ديالنا فوق النار، يعني غادي نخليوها حتى تطلع فيها الغليه. من بعد غادي نصفيوهم، وغادي نقومو بهاد العمليه هذه ثلاثه المرات. يعني غادي نصفيهم دابا من الماء، غادي نضيف ليهم مره اخرى واحد القدر ديال الماء اللي هو بارد، يعني يكون بارد، ونرجعهم يعني فوق النار حتى يغلاو. نصفيهم ونوضع مره اخرى، يعني المره الثالثه نوضع الماء صافي. وغادي تكون هي المره الاخيره، يعني نصفيهم نخليهم يتسقطروا مزيان، ومن بعد نمروا للطريقه ديال التعسال. فبعد ما صفينا القشور ديال البرتقال ديالنا للمره الثالثه، دابا غادي نمروا باش نصنعوا السيرو ديالنا. اولا غادي نحتاجوا الكاس ديال العنبه ديال السكر حبيبات، وغادي نحتاجوا كذلك الكاس ونص ديال عصير ديال البرتقال، يعني البرتقالات اللي عملنا عصرناهم صافي. وغادي نخليوه يبقى يغلى حتى طلع فيه الغليه، وهذيك الساعه يعني نضيفوا ليهم القشور ديال البرتقال اللي صفيناهم، ونخليهم يتعسلوا. فبالنسبه لهذا الماء يعني اللي صفيناه من القشور ديال البرتقال ما نرميوهش، ممكن اننا نستعملوه في تنظيف يعني ديال الروبينيات يعني اللي عندنا في المنزل، ولا نستعملو يعني في تنظيف ديال البوطات ديالنا. كنضيفو ليه فقط شويه ديال البيكربونات صافي، وكنغسلو به يعني ممكن نغسلو به اي حاجه ديال الحديد اينوكس، يعني كيرجعوا كيشعلوا لينا. بعد ما داب ليا السكر ديالي كيف ما كتشوفوا يعني كطلع هاد الرغوه هذه، وكيبان لي السكر بانه صافي اندمج مع العصير ديال البرتقال صافي. كنضيفو القشور، كنضيفو القشور ديال البرتقال بعد ما صفيناهم مزيان صافي، وكنخليهم يبقاو يتشربوا لينا بهذا السيرو هذا. يعني نغطيو عليهم ونخليهم يبقاو يشربوا في هذا العصير هذا في هذا السيرو. القشور ديالنا ديال البرتقال بعد ما تعسلوا وشربوا هذاك السيرو كله، يعني ما كنخليهمش حتى ينشفوا تماما، كنخلي واحد شويه ديال السيرو اللي بقاو فيه صافي، وكنطفيو عليهم. ممكن اننا نحتفظوا بهم في قنينه يعني محكمه الاغلاق، ونوضعوهم في الثلاجه ديالنا، ونبقاو نستعملوهم يعني كل مره في الاطباق ديالنا. فبعد ما مرت لينا يعني ليله كامله، قمنا يعني بتبديل هذاك الماء اللي كنا واضعين فيه هذا القشور ديال البرتقال. يعني انا بدلته اربعة المرات في الليل. هالطريقة هذه فقط باش يعني تزول المرورة اكثر، زول لي هذيك المرورة اللي فيه،
وفي نفس الوقت باش يتنفخ كيف ما كتشوفوا انه تنفخ، وباش تحافظ على داك الشكل الحلزوني اللي وضعنا ليه. دابا غادي نعملوا يعني نفس الطريقه ديال الطريقه الاولى، يعني غادي نوضعوه في الطنجره وغادي نخوي عليه الماء بارد، وغادي نخليه حتى يطلع فيه يعني الفار بحال الطريقه الاولى تماما. يعني غادي نزولوا منه هذا الماء هذا ملي يسخن، يعني نصفيوها نوضعوها عاوتاني مره اخرى في الطنجره، نضيفوا لها الماء يكون بارد كذلك مره اخرى، نصفيوها، يعني نقوموا هذه العمليه هذه ثلاثه المرات بحال الطريقه الاولى. ومن بعد يعني فاش يتصفي يعني نشوفوا الطريقه ديال التعسير. فبعد ما طلعت لنا الغليه فهاد القشور ديال البرتقال المره الثالثه وصفيناهم مزيان، دابا غادي نمروا باش نحضروا السيرو ديالنا. فهاد السيرو هذا يعني ما غاديش نديرو عقد بحال المره الاولى، غادي نوضع فقط كاس ديال العصير ديال البرتقال، غادي نوضع كاس ديال السكر، كاس ديال العنبه باش كنعبر، وغادي نوضع نصف كاس ديال الماء، نصف كاس ديال الماء صافي، ونخليهم حتى يتجانس لينا هاد السيرو. ومن بعد صافي نوضعوا فيه هاد القشور ديالنا. فبعد ما غسلنا القشور ديال البرتقال ديالنا كيف ما كتشوفوا هذا الشكل الحلزوني، دابا غادي نزول ليه هذا الخيط اللي فيه صافي، وغادي نوضعه في السيرو اللي يتعسل فيه. قطعت ليه فقط مقدمه ديال الخيط صافي، وغادي نزوله. الشكل النهائي ديال الوصفه اللي حضرنا اليوم هي هذه كيف ما كتشاهدوا، كتجي لذيذه ومعسله بزاف. هذا هو الشكل الرئيسي، يعني كيجي في السيرو ديالو مسقي. هذا هو اللي ممكن اننا نستعملوه يعني في الشيوات ديالنا في البريوات معسلين. هذه طريقه اخرى، فقط يعني وضعتهم في الشوكولات صافي وخليتهم في المبرد باش يبردوا. وهذا الشكل هذا الثالث يعني درت عليه شويه ديال السكر سنيده، وهذا هو الشكل الحلزوني ديالنا كيف ما كتشوفوا. فصدقوني كيجي رائع، ممكن اننا يعني ناكلوه في الوقيته ديال البوتي، كيبقى الشكل ديالو محافظ عليه ما كيتبدلش. ممكن اننا نزينو به الاطباق ديالنا. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، نتلاقاو في وصفه ثانيه الى اللقاء.